ينخطف وتخطفوني جماعة وطلبوا يعني قالوا لأهلي لو طلعوا من المنطقة لو ما طلعوا. أكيد كان قرار صعب أن نترك بلدي لأن أوضاع أول شي صارت مو زينة علينا. أنا أحب الملاكمة لأن الناس بوا علي كملاكم وليس كلاجئ. بعدين جيت على ألمانيا أحس من أنها يعني شلون يحتضنونا ويحبون اللاجئين ما يحسسون إحنا غربة ببلدهم. أنا أول ما سمعت أكو فريق راح يشارك مال اللاجئين بريو أكيد أني صار لي لواهس أن أتمرن وأصير واحد من عندهم. هنا راح نثبت وجودنا مو يحسون إحنا ضعاف يحسون أقوياء. أنا أتمنى العالم كله توقف مع بعضهم ويدعمون فريق اللاجئين.